هاي يا جماعه، انا هايدي والنهارده انا معاكم في ريفيو جديد مع فود توداي. والنهارده الريفيو هو هيكون عن السلم. يلا بينا. اول مكان طلبت منه هو سلف، طلبت منه كينوا بيتروت سالاد. تاني مكان طلبت منه هو سيب او اس اي بي، طلبت منه تونا سالاد. تالت مكان طلبت منه هو اسمه فريش سالاد، وطلبت منه باستا مكسيكان سالاد. يلا ندوق كل واحده فيهم ونقول راينا. اول سالاد طلبتها هي من سلف، كينوا بيتروت سالاد او كينوا بالبنجر سالاد. سلف الوحيد اللي كان ليه باكجنج كويس بالنسبه لي لانه كان عليه البراند. البراندز الثانيه كانت جايه لي في نفس الكيس بس مش عليهم اسم البراند او اللوجو بتاعهم. بوينت فور سلف. دي شكل السلطه اللي جات لي من سلف، اسمها ذا بيتروت كينوا سالاد. فيها ميكس جرينز، بيتروت، كينوا، فيتا تشيز، المونز، دراي كرانبيريز، واورنج، وهاني. طبعا دي تنفع جدا لاي حد بيعمل دايت. دلوقتي انا حطيت الدريسنج وهقلبه على السالاد، هحاول اقلب كله مع بعضه. طعمها حلو قوي قوي قوي، ميكس البرتقال والبنجر وكده خطير. السلطه دي جات لنا في 52 دقيقه وسعرها كان 91 جنيه. طبعا سعرها غالي مقارنه بالسلطات الموجوده في الماركت، ولكن بصراحه بالنسبه لي تستاهل. تاني سالاد طلبتها مكان اسمه فريش سالاد، والسالاد دي كانت ب 64 جنيه وجت في 34 دقيقه. اول حاجه لاحظتها جابولي تفاحه هديه وكاتبين عليها فور فري، وبصراحه حركه حلوه قوي. دي مكسيكان باستا سالاد او باستا مكسيكان سالاد، هي بتكون باستا وبصل وهالبينو وزيتون وكورن وطماطم. انا طالبه معاها دريسنج، زيت زيتون واعشاب. عجبني قوي قوي طعم الدريسنج، حلو قوي، وطعم السالاد اوفر اول حلو قوي. بس عندي مشكله صغيره بس قوي، انه الباستا زي ما احنا شايفين الباستا كتير قوي قوي مقارنه بالانجريدينتس، يعني الزيتون والطماطم والذره والحاجات دي كلها من على الوش بس مقارنه بالباستا. هي طعمها حلو وكل حاجه، بس بالنسبه لي لو الانجريدينتس كانت اكتر كنت هديها ريت اعلى بكتير. تالت سالاد انا طلبتها من مكان اسمه سيب او اس اي بي، والسلطه دي جات لي في 52 دقيقه وكان ثمنها 84 جنيه. ده شكل السالاد. السلطه دي تونه سالاد، مكونه من تونه وبيض مسلوق وطماطم وخس. انا عامه بحب الميكس بتاع التونه والبيض في السلطه، بس ما عجبنيش انه ما كانش من الاوبشنز، انه مش ناس كتير قوي بتحب التونه مع البيض. هندوقها دلوقتي. اظن هما مش حاطين عليها اي دريسنج، بس ليمون، زيت زيتون. طعمها حلو زي ما قلت لكم، انا بحب الميكس ده. اتس فريش. البورشن بتاعتها معقوله، ولا هي صغيره ولا هي كبيره. انا عندي بس مشكله ان مفيش دريسنج، عشان مش كل الناس بتحب سالاد من غير دريسنج. موضوع البيض ان هو اجباري. وبكده نكون دقنا الثري سالادز، سلطه سيلف وسلطه سيب او اس اي بي وسلطه فريش سالاد. بالنسبه لي احسن سلطه هي سيلف اللي هي البيتروت كينوا سالاد، واديها 9.5 من 10. تاني سالاد هي سيب واديها 8.5 من 10، واخر سالاد بتاعت فريش سالاد واديها 7 من 10. وبكده يكون ريفيو النهارده خلص، واتمنى يكون عجبكم، واستنونا في فيديوز جديده مع فود توداي، وخلوا افري داي فود توداي.